السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية يا جماعة. موضوعنا اليوم موضوع مهم جدا بالنسبة للفانكشنز والبروسيجرز، وخصوصا في البارامترز. لما أنا ببعت بارامتر للفانكشن أو للبروسيجر، في شغلتين بقدر أعملهم: بقدر أبعت البارامتر باي فاليو، أو بقدر أبعته باي ريفرنس، والفرق بينهم شاسع بين الشغلتين هذول التنتين. المرة الماضية أعطيتكم هوموركس كثيرة، من ضمنها كان الهومورك اللي له علاقة في السواب. نعمل سواب فانكشن اللي يبدل لي بين أماكن الأرقام، ياخذ رقم A ورقم B ويبدل لي الفاليو تبعت A يحطها في B وB يحطها في A. هذا ولا واحد منكم حله، وأنا كنت متعمد إنه أنتم ما تقدروا تحلوه على أساس تواجهوا مشكلة، والحل تبعها راح يكون في درس اليوم. فدرس اليوم راح يركز على الفرق بين الباي فاليو والباي ريفرنس في البارامترز. بسم الله نبدأ. راح نروح على الكود مباشرة ونشوف الفرق بيناتهم، وفي آخر الفيديو راح أحلل لكم الهوم وورك تبع السواب فانكشن باستخدام الريفرنسز أو الفاليوز. هلا هي عندي انا هنا void، هون procedure void my function، وحطيت integer num1 تمام، وجواته هنا بستقبل number1، وجوات الفانكشن بحكي انه number1 تساوي 7000، غيرت القيمة تبعته تمام، وعملت هنا cout ل number1 inside الفانكشن became، يعني اصبح الرقم داخل هذا الفانكشن اصبح قيمته مفروض يطبع لي هنا 7000، لاني انا غيرت num1 حطيت فيها 7000، وهون راح يطبع لي 7000. فلاحظوا هذا بروسيجر تمام، بيستقبل نمبر، غيرت هذا النمبر جوا البروسيجر وطبعته بينطبع حسب ما انا غيرته تمام. هلا في المين، هنا بالمين بالفانكشن الرئيسي تبعي، بعرف انتجر num1 تمام، وبحط num1 تساوي 1000، بعدين بنادي my function هاي وببعت لها الألف، فبعت num1 اللي هي قيمتها كم؟ 1000. بدنا نشوف بعد ما يخلص الفانكشن شو بده يطبع لي، بده يطبع لي 1000 ولا بده يطبع لي 7000 تمام، لأنه أنا بعت له هي number1 تساوي 1000، الألف بعتها في num1، هنا تم تغيير قيمة num1 ل7000. جوا الفانكشن على الأكيد راح يطبعها 7000 لأنه قيمتها تغيرت 7000، لكن برا لما أرجع يكمل على المين فانكشن، خلص الماي فانكشن هنا وإجي كمل هنا، شو بده يكون قيمة النم 1؟ خلينا نجرب البرنامج ونشوف شو النتيجة ونشرح ليش عم بصير معي هيك. اطلعوا هلا، هاي أول جملة طباعة نتبع البرنامج، انتجر نم 1، نم 1 تساوي 1000، ورحنا نادينا my function للنم 1، بروح هون بنفذ ايش؟ my function، النم 1 شو كان فيها يا جماعة؟ 1000 صح؟ الألف دخلت هون، هلا النم 1 كان فيها 1000 صارت شو؟ 7000. السي اوت هاي شو راح يطبع لي فيها؟ number inside function became، هيو number inside function became 7000. ليش؟ لأنه فعلا أنا بدل ما هو كان فيه 1000 حطيت فيه 7000 تمام؟ هلا خلص الفانكشن طلع، بده يكمل السطر اللي بعده، شو السطر اللي بعده بيحكي؟ بيحكي انه number after calling the function became num1، num1 رجعت 1000 يا جماعة. طب ليش ما تغيرت هي؟ طب انا غيرتها جوا الفانكشن 7000، ليش ما تغيرت؟ ما تغيرت لانه by default بالشكل الطبيعي، اذا انت بتعرف integer num1 هو بيكون بعتها by value. باي فاليو شو يعني؟ بيكون الفانكشن استنسخ نسخة ثانية منها وعدل عن النسخة الثانية هاي، فالنسخة الأصلية ظلت وين موجودة؟ موجودة في المين. يعني النم هاي باي فال، هيك هي بما معناها باي فال، هاي نسخة ثانية عن النمبر اللي أنا بعته من البرنامج الأصلي تمام؟ وبالتالي شو ما بتغير، انت بتغير على النسخة وما بتغير على القيمة الأصلية تمام. فعشان هيك جوات الفانكشن طبعها 7000، لأنه هو طبع واحدة ثانية، نسخة ثانية منها، لأنها باي فاليو، احفظوها باي فاليو، الديفولت باي فاليو، باي فاليو يعني عمل نسخة ثانية من الفاريبل من البرامتر. لكن اذا انا بدي النتيجة هاي شو ما صار فيها في الفانكشن تتعدل، بعملها باي ريفرنس.
باي ريفرنس. باي ريفرنس كيف؟ متذكرين لما عرفنا الفاريبل كان له ثلاث شغلات في سلسلة أساسيات مهمة لكل مبرمج. كان في عندي الاسم الفاريبل نم 1، الفاليو تبعته كانت 1000، وكان في عندي الشغلة الثالثة اللي هي ايش؟ الادرس اللي هي الهيكسا ديسيمال نمبر. الادرس كيف بجيبه بالسي بلس بلس؟ هون اذا بتيجي بتعرف ماي فانكشن وبتعطيه ادرس، هيك الادرس بتعطيك اشارة الاند. هاي اشارة الاند بسموها الريفرنس. الريفرنس بتجيب لك الادرس تبع الفاريبل، تمام؟ فبالتالي بس ابعت له num1 وهي اشارة الاند موجودة مع اسم الفاريبل، ما بيعمل نسخة ثانية منه، بصير يعدل عليه دايركت، لانه بكون بعت له الادرس موقعه في الميموري وراح عدل عليه في الميموري. خلينا نعمل ران، شوفوا بس الفرق بين هذا واللي قبله، انه اضفت اشارة اند هنا. خلينا نعمل ران ونشوف النتيجة كيف بتصير. شايفين كانت 1000، اجت على الفانكشن 1000، صارت 7000، طبعها جوا الفانكشن 7000، ولما طلع من الفانكشن طبعها برضه 7000، لانه هو غير على المصدر اللي هو الريفرنس تبع الفاريبل، ما عمل منه نسخة. فاذا هاي لما بتشوفوا اشارة الاند معناته هي هاي الريفرنس تبع الفاريبل وليس اللي هو الادرس تبع الفاريبل، وليس الفاريبل نفسه وليس البارامتر نفسه. فبالتالي وجود الاند ما بيخلي يعمل له كوبي ل ل ل نسخة ثانية ويعدل عليها. فهاي بسموها باي ريفرنس. فشايفين هي 7000، شو عدلته هون ل 10000 مثلا. خلينا نشوف هون شو ما بعدل فيه، هون كان مثلا 16000، تمام؟ لانه باي ريفرنس انت عم بتعدل على مكان واحد، بتعدل على هذا الفاريبل دايركت انت قاعد، مش على نسخته، تمام؟ هلا مفروض هذه يطبع لي 16000 و16000، شايفين 16000 و16000، مع انه هو كان 1000، لكن اذا بتشيل الريفرنس هاي بتصير باي فاليو. لما بتشيل الريفرنس بتصير باي فاليو، معناته هو عمل كوبي لنمبر 1 وعدل على الكوبي، فبالتالي هي تتعدل جوات الفانكشن، لما بيطلع برا الفانكشن بتضل هالقيمه زي ما هي. وهذا الشيء كثير مهم. هي نجرب هنا، هاي بعتها باي فاليو من غير اند، انطبعت جوا الفانكشن 16. ليش؟ لانه النم 1 اللي جوا الفانكشن هي تختلف. لما طلع النم 1 اللي جوات الفانكشن مين، ما صار فيها شيء نهائيا. مرات انت بتحتاج انك تبعت باي فاليو، ومرات انت بتحتاج انك تبعت باي ريفرنس. نرجعها هلا، هاي باي ريفرنس المفروض يطبع لي 16000 و16000. خلينا نشوف باي ريفرنس اللي هي بتستخدم اشاره الاند يا جماعه، تستخدم إشارة الآند. هاي شايفين، فبالتالي هو هون ما بعت قيمة هاي، بعت الأدرس تبع البارامتر تبعت شو اسمه الداتا تايب هاي اللي هي الانتجر، تمام؟ طيب هلا خليني بس أفرجيكم. إذا الباي ريفرنس لما بتشوف إشارة الآند اعرف إنها ريفرنس للأدرس، فأي شيء تعديل راح يصير عليها مباشرة. طب هسه انتوا بتتسألوا شو جواتها هاي؟ خلينا نشوف. لو أنا نسيت هذا الفانكشن وإجيت هنا وحكيت سي أوت لنم 1، بعرف هذا السؤال يدور في أدمغتكم. هاي هنا لو أنا طبعت نم 1 هنا وبعدين أند نم 1، هذه الفاليو القيمة، هذه الريفرنس. خلينا نشوف شو بيطلع عندي على الشاشة، شوفوا ما أحلاها. مع إنه هاي نم 1 وهاي نم 1، بس هاي الأدرس شايفينه الهيكسا ديسيمال اللي حكينا عليه في درس أساسيات مهمة لكل مبرمج. اللي مش حاضر الدرس والله يروح يحضره عشان يفهم علينا. شايفين هذا بعت لي الأدرس، الأدرس اللي هو مكانها عنوانها في الميموري، لكن في الأولانية بعت لي إيش؟ القيمة تبعتها، هي القيمة 1000، ولكن الأدرس تبعها هيو، تمام؟ فعشان هيك لما أنا ببعت الأدرس as a parameter للفانكشن، فالفانكشن بيفهم إنه الفانكشن أو البروسيجر بيفهم إنه ما تعمل نسخة ثانية منه،
اي تعديل عدل لي مباشره على المصدر، على المصدر، عشان هيك القيمه لما بتتغير جوات الفانكشن اذا بدك تتغير برا بتبعتها مع باستخدام اشاره الاند. فهاي بسموها ريفرنس، اللي هي الريفرنس، وهذا بسموها ايش؟ الفاليو. فهاي فاليو وهاي ريفرنس، عشان هيك سموه باي فاليو وباي ريفرنس، باي فاليو وباي ريفرنس. اتمنى تكونوا فهمتوا الفرق بيناتهم. الفرق بيناتهم بسيط جدا، بس لازم انك تكون واعي كيف امتى تبعت باي فاليو امتى وامتى تبعت باي ريفرنس. هلا بناء على هذا الحكي حلوا لي الفانكشن سواب. ما بهمني انا جوات الفانكشن يبدل الارقام، هو راح يبدلهم جوات الفانكشن، بس انا بدي من المين لما ببعت له A و B يتبدلوا في المين. فحلوا لي اياها، غيروا البارامترز لباي ريفرنس وحلوها، تمام. وهلا راح نناقش حل السواب فانكشن بالطريقة الصحيحة. اذا حليته كمل الفيديو، اذا ما حليته وقف وروح حله وتعال قارن حلك وشوف الحل تبعك صح او لا. هاي الحل تبع السواب فانكشن، هذا الحل الخاطئ تبع السواب فانكشن. هلا راح نعدله ونشوف. انا جيت عملت void swap، هو راح يكون procedure لانه ما برجع القيمة. البروسيجر ترى هو ما برجع قيمة، والفانكشن برجع قيمة واحدة فقط، تمام. فهذا بروسيجر اسمه سواب، بعرف انتجر A وانتجر B. هون عرفتهم باي فاليو، باي فاليو يعني ال A وال B سيتم نسخ نسخة منهم والعمل عليها في خلال البرنامج، وراح يتغيروا في خلال، سوري، في خلال البروسيجر. وبس اطلع من البروسيجر راح ترجع القيم الاصليه تبعتهم زي ما هي. خلينا نشوف. حكينا انتجر تمب، والتمب تساوي A، والA تساوي B، والB تساوي التمب. هذا السواب اخذناه في الخوارزميات، تمام. حله هلا هون after swapping inside the function الA صارت هيك والB تساوي هيك. هلا بس نرجع هون في المين، انا في المين شو كتبت هون؟ انتجر A وB، تمام. وسي اوت انتر A الفاليو تبعت A، وسي اوت انتر الفاليو تبعت البي، وبعدين طبعت قيمهم قبل عملية السواب، وبعدين ناديت السواب فانكشن، بعثت له A وبعثت له B. بس هون لاني انا معرفهم باي فاليو انتسخ نسخة منهم، فأي تعديل عليهم ما راح يأثر على القيم الأصلية اللي موجودة هون، وبالتالي حلي حيطلع غلط. بس أنا بمشي معكم عشان أفرجيكم ليش حلي حيطلع غلط. فهي سواب A وبي، وبعد عملية السواب بدنا نشوف A و B شو صار فيهم. خلينا نعمل run ونشوف. لو دخلت 10 في A و20 في B، تمام، هون شو طبع لي؟ before السواب، قبل عملية السواب A كانت فيها 10 و B تساوي 20. هلا after السواب جوات الفانكشن نفسه ال A صارت 20 وال B تساوي 10 لانه بدلهم، صح؟ ما هي كانت 10 و20 صارت 20 و10. هون نجحنا جوات الفانكشن، لكن بس طلعنا برات السواب فانكشن رجعنا للقيم الاصليه، الاي ظلت 10 والبي ظلت 20 زي ما بلشت، وبالتالي حلي غلط. انا السواب لازم لما ببعت له تو بارامترز يعمل لي سواب يعدل على قيمهم الاصليه، ما ياخذ منهم نسخه. فحلها بسيط، انه نفس هذا البرنامج هي سواب. اللهم باجي هنا بعمل اند اي واند بي، هنا بعت له الريفرنس تبع اي والريفرنس تبع بي اللي هو الادرس اللي في الميموري، فبالتالي هو ما نسخ منهم نسخه. فاي تعديل على قيم A و B جوات الفانكشن او البروسيجر راح يتعدل على ال A و B الاصليين اللي موجودين فوق. خلينا نشوف هلا رن ونشوف الحل تبعنا صح ولا لا. هي 10 و20 هي طبع لي قبل عمليه المبادله كانت ال A تساوي 10 وال B تساوي 20. بعد عملية المبادلة داخل الفانكشن نفسه صارت ال A تساوي 20 وال B تساوي 10، وهذا اللي بدنا اياه. وبعد ما طلعنا من الفانكشن صارت A تساوي 20 وال B تساوي 10، تمام. فهي فائدة الباي ريفرنس، انها بتخليني احل اسئلة زي اسئلة السواب فانكشن. اذا بدي انا اعدل على القيمة الاصلية ببعت لها الريفرنس، اذا ما بدي القيمة الاصلية تتعدل عليها ينعمل منها كوبي جوات الفانكشن ببعتها باي فاليو، اللي هي ما بعمل ولا شيء بس بشيل اشاره الاند، تمام. هذه هي اشاره الاند، معناتها ريفرنس للادرس يا جماعه.
هاي الفانكشن عشان يكون امامكم، وهي راح انزل شوي هون، هاي السواب بناديه هون، هون بقرأ وبناديه، وهون هاي الفانكشن سواب وببعت له الاند والاند. تمام، وهيك بنكون خلصنا، ويعطيكم الف عافية يا جماعة. ضروري جدا تبراكتس على موضوع الباي ريفرنس والباي فاليو، حل لك كم من سؤال من عندك، موضوعهم سهل بس لازم تفرق بيناتهم، تتدرب عليهم، لانهم في الحالتين مرات بتحتاج تبعت قيمة وتغير وتعدل على، لما تتعدل في البرنامج تتعدل على البرنامج على الفانكشن الاصلي، ومرات تحتاج انك تبعت قيمة ما تظلها زيد اونلي وينسخ نسخة منها ويعدل عليها الفانكشن وما تأثر في هذه النسخة، فانت لك الخيار حسب الحاجة تبعتك. ويعطيكم ألف عافية، ونراكم في الدرس القادم بإذن الله. شكرا كثير لكم للمتابعة، وإذا استفدتم من هذا المحتوى ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد، ولطفا وليس أمرا ادعمونا بلايك، وحاولوا شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم عشان تعم الفائدة للجميع. وأخيرا وليس آخرا، ما تنسونا من دعواتكم، وادعوا لوالدي بالرحمة. شكرا كثير لكم، ونلقاكم في المرة القادمة.